معاكي بص ايه؟ بقى، اولا انا هحكي لك سريعا جدا لان ده ممكن يكون او الاعراض اللي جات لي عند ناس كتير وهي مش عارفه ان عندها كورونا. انا يوم الاربعاء تحديدا اللي هو اخر اسبوع كان معايا هنا، انا كنت بقول لكريم في الفاصل لو انت فاكر، كنت بقول له انا مش حاسه بطعم النسكافيه يا كريم، تفتكر كورونا؟ بهزر. فطبعا خدنا الموضوع بشكل يعني ان احنا لا طبعا، وازاي؟ قال لي يمكن البنت مش حاطه سكر. لا، ولكن فعلا كانت اعراض الكورونا اللي هي ان انا فقدت حاسه ولا الشم ولا التذوق. حاسه الشم التذوق راحوا تماما، وده اللي خلاني اقلق. فاهلي قالوا لي لا لازم نعمل كده تحليل، فروحت وعملت التحليل. التحليل طلع برده كويس، رحت كشفت عند دكتور في المستشفى قال لي لا الاعراض دي لما بتيجي مره واحده بتبقى كورونا. أوكي. فقال لي لازم نمشي على البروتوكول. بس ما بانتش في التحليل، ما بانتش في تحليل يعني الدم. الاعراض عندك وقويه بس انا عايز اقول لك بقى على حاجه تانية. في ناس بتعمل بي سي ار وما بيظهرش ان هم كورونا في البي سي ار، فعشان كده ده اللي انا عايز اقوله. الاعراض اللي هي متعارف عليها واللي وزاره الصحه تحدثت بشانها لازم نخلي بالنا منها. حتى لو نتيجه التحليل بتاعك طلعت سلبيه، خلي بالك لو فقدت حاسه الشم وتذوق زي فجاه، ده ما بيبقاش برد، لان البرد ما بيجيش بهذا الشكل. بعد كده بقى الاعراض ابتدت تزيد شويه، لو كنت بعمل اي مجهود كنت بتعب شويه، او قبل ما تنام تحس جسمك متكسر. بس الحمد لله عدت على خير، فيعني تجربه وكان لابد منها وخلاص الحمد لله. عندي فضول اسالك على التفصيله بتاعت فقدان حاسه الشم والتذوق، لان فكره ان انت قاعده ايام لا عندك قدره ان انت تشمي حاجه ولا تتذوقي حاجه، عامله زي التفصيله دي لوحدها بعيدا عن بقيه الاعراض. بص بقى كريم، دي هتوديك لحاجه بجد والله العظيم، تقول احنا عندنا نعم ربنا مديها لنا. وانا والله العظيم ما ببالغ، انا بتكلم من قلبي. حاسه التذوق حتى لوحدها او الشم دي نعمه، يعني دي نعمه ربنا مديها لنا. لما بتفقدها بتحس بقيمتها، يعني عارف يعني ايه تاكل وتشرب حاجه انت مش حاسس باي طعم، مش شامم حاجه، فدي صعبه. فده او الدرس اللي انا خرجت بيه، اولا ان الصحه دي اهم حاجه في العالم، تاني حاجه ان ربنا بيسترها معانا جدا، تالت حاجه ان الصحه لا يستهان بيها. يعني انا كنت من الناس اللي ايه عادي ويلا ونروح بخلي بالي، بس لا خلوا بالكم جدا بجد، يعني تجربه مش حلوه. ومش حلو ان الواحد يبقى عنده نعمه وتروح. الحمد لله ان هي رجعت تاني، بس على فكره تدريجيا برده الشم مش هيرجع مره واحده. بس اوفر رول الحمد لله قوي، الحمد لله ده كده فضل وعدل اللي انت زي كنا بنتكلم في القصه دي. ربنا يشفي الجميع يا رب ويسلم كل الناس. وعايز اقول لحضرتك